شلونكم حبايبي؟ عساكم بخير. اشتاقت لكم، اشتاقت ارجع لكم، اشتاقنا نسولف مثل قبل. من اليوم ان شاء الله راجعه وياكم. الحمد لله على كل حال. شكرا لكل الناس اللي وقفت ويانا، شكرا لكل الناس اللي قدمت لنا التعازي، شكرا لكل الناس اللي انا موقعه وياهم عقود وتفهموا وضعي واجلت كل شغلي. انا ممنونه من عندهم لان تفهموا وضعي، القناة اللي داوم بيها، كل الناس اللي ساعدتني ووقفت وياي بهاي المحنة أنا أشكرهم. وإن شاء الله راجعين، والحمد لله على كل حال، والعوض على الله. وإن شاء الله يا رب هاي خاتمة الأحزان تكون إنه إن شاء الله يا رب ما يشوفكم أي مكروه. إن شاء الله أنا اليوم راجع وياكم، راح أكون وياكم بالقناة وراح أكون بحلقة. أما رؤية فلحد الآن هي ما طلعت من حالة الحزن، وهذا الشيء حقيقة من حقها، والله يعينها ويساعدها. وبين فترة وفترة دا تنشر ستوريات، منها دعاء، منها شعر، منها يعني ذكريات، بالإضافة إلى هاي الصورة اللي نشرت بيها آخر رسالة أو بعض الرسائل اللي كان يدزل هي خطيب حسين العقيل اللي مكتوب بيها أشكر الصدفة والقدر اللي جمعني بيك. حقيقة هي لما نتشارك ويا الناس يعني تحب ان يشوف الناس ايش قد كانت علاقتها طيبة، وايش قد كانت او مدى قوة حبهم هي وخطيبها حسين، اللي نقدر نقول انه الله يصبرها ويطلعها من هاي الازمة. متابعتي الجميلة، متابع الجميل، قاعد بالبيت عطال بطال، ما عندك شغلة ولا عملة، تريد تحصل أرباح من اليوتيوب، بتريد طش بخطوات كلش بسيطة، وصلت يمي تدلل، ما عليه غير أنه تنزل على قسم التعليقات، تلقى حساب من انستغرام، هناك تراسلني بيه، وإذا لقيت الخاص مسدود اكتب لي بالتعليقات على أي بوست، وأنا راح أرد عليك، وأنا راح أرد لك المتابعة، وأنا راح أراسلك، لأن حسابي بيه مشاكل ما يستقبل رسائل، فبس مجرد راسلني هناك، وأنا راح أشرح لك شلون أسوي لك دعم، وشلون أطششك، وشلون تحصل أرباح من اليوتيوب، فراسلني هناك.